فقدم عدلي القيعي رئيس لجنة التعاقدات بالأهلي بدعوة للتعاون بين ناديه والزمالك من أجل السيطرة على انفلات أسعار اللاعبين في سوق الانتقالات لتفادي المخاطر التي تهدد اقتصاديات كرة القدم. وقال القيعي إن ناديه يرحب بالتعاون مع الزمالك إذا كان يرغب الأخير في ذلك من أجل تخفيض قيمة الصفقات المغالى فيها، وكذلك من أجل تنسيق لعدم الدخول في منافسة على لاعب واحد. ورفض الأهلي إتمام أكثر من صفقة خلال الميركاتو الشتوي بسبب المطالب المالية الكبيرة من وجهة نظر إدارة النادي، وأبرزها حسين الشحات الذي انتقل للعين الإماراتي، وصلاح محسن مهاجم MB.